إذن هي مجرد دمى، أو بتعبير آخر صنم من الأصنام التي يراد جعل الشعب العراقي له منقاد وساجد. لكن أنى لهم هذا، فقلوب المؤمنين لا تشترى ولا تباع، بل هي ملك مولانا وقائدنا ورئيسنا الإمام المهدي عجل الله فرجه، وهو بينهم يسقيهم بعذب مائه ومعينه، ويعطرهم بعطر إمامته العطر المحمدي الأزلي. فإذا فإن سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أو قل أثر هذه الفيوضات الإلهية المحمدية، جعلكم وإياي من المستشهدين بين يدي، لا من المقتولين دفاعا عن المحتل. فنحن نجد الكثير من العراقيين الذين اشترت امريكا ذممهم بقليل من الاموال، او كما يعبرون بحفنة دراهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وباقي الشعب يتضور جوعا وفقرا وفاقة. واقصد بالذين اشترت ذممهم او اغلبهم، فان الكثير منهم مضللين، اقصد بهم تلك الشريحة التي لا بد ان قد اخذت على عاتقها حماية القيادات والمقدسات والدوائر والوطن عموما، لا ان تأخذ على عاتقها حماية المحتل ودباباته ودوائره الارهابية ومعتقلاته التي تضم اخواننا المؤمنين، فرج الله عنهم باقرب وقت، انه من القادرين